السلام عليكم، معكم بون بون، والنهارده رجعت لكم بفيديو جديد. طبعا النهارده هتكلم عن اخبار واثار مهمه وجديده عن لعبه مستر ميت. طبعا بقالي كتير جدا، تقريبا سنتين، ما اتكلمتش عن اللعبه دي، ولكن قررت انزل عنها فيديو لان في فعلا اشياء مهمه تخص اللعبه هتكلم عنها في فيديو النهارده. قبل ما يبدا الفيديو ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان تنضم لجيش الاقنعه، ولان في نسبة كبيرة منكم بتشوف الفيديوهات مش بتشترك في القناة. برضه انا فتحت حساب على تيك توك، ضيفوني هناك، الرابط بتاعه في الوصف. مطولش عليكم واسيبكم مع موضوع الفيديو. لعبة مستر ميت لعبة غنية على التعريف، لعبناها واتكلمنا عن الحقائق عنها في سنة 2019 لحد 2020، والسلسلة عجبت الناس جدا. اللعبة من تطوير فريك بريليانس، نفس اللي طوروا ايس كريم وايفل نان، واللعبة باختصار بتتكلم عن مجرم قاتل بيخطف البشر وبيجري عليهم تجارب غير انسانية، بيقطع رجولهم وبيحولهم لخنازير في المختبر بتاعه عن طريق مادة لونها احمر عشان يبيعهم للناس على اساس انهم لحم عادي صالح للاكل. وكان معايا مجموعة من العلماء في المختبر بتاعه يساعدوا في تحويل البشر لخنازير. شخصية مستر ميت أو الشرير بتاع اللعبة كان بيمتلك زمان عائلة مكونة من زوجة وبنتين، واحدة كبيرة والتانية صغيرة، وكان إنسان طبيعي، بس زوجته وبنته الصغيرة بيمشوا من بيته لسبب مجهول ما تمش ذكره، متبقاش غير بنته الكبيرة واسمها هو ريبيكا. وبعد ما مشيت زوجته وبنته الصغيرة من البيت، بدأ مستر ميت إنه يتجنن ويحول البشر لخنازير. وبالله ده مذكور في الأوراق السرية اللي في اللعبة، وما اتكلمت عن الأوراق دي في آخر فيديو نزلته عن مستر ميت، هتلاقي الرابط بتاعه تحت في الوصف. في أول مذكرة متجمعها لقينا في طفلة صغيرة كاتبة يومياتها وبتقول فيها إن أمها وأختها خرجوا للتنزه بس ما وافقوش على إنها تيجي معاهم للتنزه، والشيء الغريب إن مامتها وأختها خرجوا وما رجعوش مرة تانية. والطفلة دي بتقول إن أمها قبل ما تخرج كانت على طول بتبكي لأنها كان عندها حساسية من الظهور المتواجدة في حديقة بيتهم، والطفلة افتكرت إن والدتها مشيت وما رجعتش مرة تانية بسبب الظهور دي. لذلك الطفلة الصغيرة دي كانت بتقطف الزهور اللي في الحديقة على أمل إن أمها ترجع. ومطورين اللعبة صرحوا إن بنته ومراته في الحقيقة مشيوا من البيت بسبب شيء مروع اكتشفوا مستر ميت عنهم، لذلك قرر إنه يطردهم من البيت ويمشيهم، بس المطورين ما ذكروش الشيء ده. مستر ميت found out about something very bad about his wife and he threw her out along with her younger daughter and he stayed at his house with Rebecca. Can you guess why? Let us know in the comments. هل ممكن مثلا مستر ميت طرد مراته وبنته الصغرى بسبب ان مراته خانته مع شخص اخر، وان بنته الصغرى تكون مش بنته اصلا وانما نتيجه عن علاقه غير شرعيه عملتها مراته مع شخص اخر؟ لذلك هو قرر يتخلص من مراته وبنته الصغرى ويرميهم بره بيته، وبيقرر انه يحتفظ ببنته الكبرى لانها تكون بنته فعلا ومن صلبه مش نتيجه عن علاقه مع شخص اخر. ممكن ده السبب اللي خلى مرات مستر ميت تفضل تبكي، وكانت بتتحجج لبنتها انها بتبكي بسبب الزهور وانها عندها حساسيه، والحقيقه كانت بتبكي عشان مستر ميت عرف انها خانته مع شخص اخر وقرر انه يطردها من البيت هي وبنتها الصغرى. ممكن ده الشيء اللي دفع مستر ميت في انه يكون شرير ويقرر انه يخطف البشر ويعمل عليهم تجارب غير انسانيه ويفتح مختبر ويحولهم لخنازير فيه ويقطعهم بعدها ويبيعهم على اساس انهم لحم عادي. ممكن خيانه مراته له كانت صعبه عليه جدا لدرجه انها دفعته للجنون والسادية بعد ما كان شخص طبيعي عايش حياة عادية مع أسرته زي ما نشوف في صوره في بيته. خيانة مراته وصدمته كانت هي السبب في تحوله لشرير، والصراحة أتمنى المطورين يمشوا القصة بحبكة زي دي لأنها تكون مناسبة جدا، خصوصا على لعبة زي مستر ميت. ريبيكا وبنت مستر ميت الكبرى واللي فضلت عايشة معاه في البيت كانت زعلانة جدا بعد ما أمها وأختها الصغرى اختفوا من البيت ومستر ميت طردهم، وكانت فاكرة إن مستر ميت مخبيه في المختبر بتاعه اللي هو عمله حديثا تحت حظيرة بيتهم عشان يحول فيه البشر لخنازير. هو ما كانش بيسمح ليها ابدا انها تنزل المختبر ده عشان ما تكتشفش حقيقته، وريبيكا كانت فاكره ان اختها وامها تحت وبيقوم بعمل احتفال بسبب الدور الاحمر النابع من البير بتاع المختبر، واللي يكون في الاصل نابع من الماده الحمراء اللي بتحول البشر لخنازير. لذلك هي بتنزل في البير وبتقع جوه الماده الحمراء وتتحول لنص خنزيره بعد ما بلعت شويه من الماده اللي بتحول البشر لخنازير، وده اللي خلى مستر ميت يحبسها في قفص ويقفل عليها، وكان بيعملها زي الخنازير بالظبط. بس لحسن الحظ اللاعب بتاعنا في مستر ميت 1 بيدخل لبيت مستر ميت وبيحرر ريبيكا، وبيطلب واحد من العلماء واسمه هو دكتور وايت، والشخص ده كان بيشتغل مع مستر ميت في المختبر بتاعه في تحويل البشر لخنازير، بس هو تاب وقرر انه يبقى ضده
بعد ما حس بمعاناة الناس اللي بيتحولوا لخنازير، وشاف ريبيكا اتحولت لخنزيرة. هو كان بيحب ريبيكا جدا وبيحب يقضي وقته معاها. خلال زيارته لمختبر مستر ميت، وكان بيديها تفاح، وبنعرف ده عن طريق واحد من الأوراق السرية. وفي المذكرة التالتة لان الطفلة دي بتقول انها تخلصت من كل الزهور اللي في الحديقة وطفتها كلها، وما زالت وحيدة وما مرجعتش هي واختها، وان ابوها قاعد على طول بيشتغل تحت الحظيرة. وقالت انها بتسمع اصوات خنازير دوما، وقالت برضو انها بتشوف عمال كتير بقوا بيشتغلوا مع ابوها تحت الحظيرة. وقالت ان بعض العمال اللي بيشتغلوا مع ابوها شكلهم لطيف لكن مش بيتكلموا معاها، الا واحد بس فيهم كان لطيف وكان بيعملها بطريقة كويسة. وقال لها مرحبا يا ريبيكا، هل تريدي بعض التفاح؟ مما يثبت لنا اللي كتبت المذكرات دي نفسها البنت اللي تحولت لشبه خنزيرة، وانها تكون بنت مستر ميت. والقصة والمذكرات اللي كتبتها بتوضح لنا اللي حصل لعيلة مستر ميت وهم اختفوا فين. فالعالم اللي تقصده ريبيكا بالكلام ده هو دكتور وايت، لذلك قرر انه يبقى ضد مستر ميت. بعد ما اللاعب بتاعنا طلب العالم ده قدر يعرف تركيبة مضادة تحول ريبيكا لطفلة عادية، وبيقوم بعمل التركيبة دي وبيشربها لريبيكا وترجع طفلة بشرية من تاني. وبعدها بيطلب اللاعب بتاعنا الشرطة، وبيتم القبض على مستر ميت عشان يتعاقب على الأفعال بتاعته. وبالنسبة لريبيكا فبترجع لأمها وأختها اللي مستر ميت طردهم، وبكده بتنتهي قصة مستر ميت. بس الشيء اللي متعرفوش واللي أنا جاي أتكلم عنه النهاردة إن مستر ميت ليها جزء تاني مكمل الأحداث اللي أنا شرحتها لكم. والجزء ده مطورين اللعبة بيعلنوا عنه في قناتهم في الشهور الأخيرة، والجزء ده اسمه مستر ميت بريزون بريك أو الهروب من السجن، واللي هو نفسه اسمه مسلسل معروف بيتكلم عن مايكل سكوفيلد اللي بيحاول يحرر أخوه لينكون بروز اللي محكوم عليه بالإعدام عن طريق كرسي كهربي. هو عمل جريمة ودخل نفسه السجن عشان يعمل خطة يحرر عن طريقها أخوه. ونفهم من كلامه عن الجزء ده إن مستر ميت راح السجن واتحبس لسنوات كتير جدا بعد ما بلغنا عليه الشرطة ورجعنا بنته طبيعية. وبيجي يوم من الأيام وبيقرر السجن يقوم بإعدامه أخيرا بعد ما فضل في السجن لمدة طويلة باستخدام الكرسي الكهربي بنفس الطريقة اللي كان هيتعدم بيها لينكون بروز في مسلسل بريزون بريك. وخلال إعدامه في شخصيات كتير قديمة هتروح تزوره ويحضروا جلسة إعدامه. هم اللي ظاهرين في الصورة دي أولهم واضح إنه نفس الشرطي اللي كنا بنستدعيه عشان يقبض على مستر ميت، وتانيهم باين إن دكتور وايت العالم التائب اللي بيقرر إنه يبقى ضد مستر ميت، وتالتهم واضح إنها أمه وبنتها. الأم هي نفسها زوجة مستر ميت اللي هو طردها من بيته. بالنسبة لبنتها فهي هتكون ريبيكا لما كبرت. أيوه ده شكل ريبيكا لما كبرت بعد ما اللاعب بتاعنا حررها وتحولت لبشرية ورجعت لأمها وكبرت. وده شكل زوجة مستر ميت، وأيوه ما طلعتش المساعدة الخجولة زي النظرية اللي كنا بنقولها زمان. فده يعني الظلين دول بيعودوا للأم وريبيكا بسبب تطابقهم. ولاحظ إن في بنت تانية واقفة جنب الأم طولها أصغر من ريبيكا، وأكيد دي تكون أخت ريبيكا الصغرى اللي مستر ميت طردها مع زوجته. بنلاحظ إن في ظل لراجلين، الراجل الأول من الواضح إن هو نفسه اللاعب بتاعنا في مستر ميت 1 بسبب تشابهه مع الظل بتاعه، والتاني الصراحه ما اعرفش يكون مين، بس الواضح ان هو لابس الحماله بتاعت الشرطه العسكريه وقبعه عسكريه، قد يكون احد القائمين على عدم مستر ميت. وبنلاحظ ان الظل اللي بيشبه اللاعب بتاعنا واقف تحديدا جنب زوجه مستر ميت والاخت الصغرى. انا من شويه قلت لكم ان زوجه مستر ميت احتمال انها خانته مع راجل اخر وانجبت منه الاخت الصغرى. هل يمكن ده يدل عن اللاعب بتاعنا اللي كنا بنلعب بيه في مستر ميت 1 يكون هو نفس الشخص اللي زوجه مستر ميت خانته معاه، لذلك بنلاقيه واقف جنبها؟ يمكن ده السبب اللي خلى اللاعب بتاعنا يروح بيت مستر ميت في الاساس وينقذ ريبيكا ويبلغ عليه الشرطه في النهايه، وده لانه يكون الشخص اللي تسبب في كل المشاكل دي وسبب في جنود مستر ميت وطرد زوجته والاخت الصغرى وتحول ريبيكا لخنزير. هو قرر انه يروح يصلح اخطائه بنفسه وينهي كل ده عن طريق انقاذ ريبيكا والقبض على مستر ميت. يمكن ده السبب برضه اللي بيخلي مستر ميت مغلول ومتعصب جدا من اللاعب بتاعنا، وده لانه نفس الشخص اللي زوجته خانته معاه والاب الحقيقي للاخت الصغرى. والشخصيات دي كلها تجتمع عشان تشوف مستر ميت وهو بيتعدم، الاخت الصغرى، زوجة مستر ميت، اللاعب بتاعنا، الشرطي، ريبيكا، دكتور وايت، والراجل اللي معرفش اسمه. برضه مطورين اللعبة عرضوا لنا كاتسين من الكاتسينات اللي هتظهر في لعبة مستر ميت 2، وبيتقال فيها التالي: Hello everyone! I've stopped my research for a moment to inform you about very important news. This morning I read in the newspaper that they are going to execute Mr. Meat. Certainly quite impressive news. He has been in jail for a long time, and apparently that has been the final sentence. I'll get dressed and gather my stuff. I'm going to get on my way to prison. Do you dare to go with me? بنلاقي دكتور وايت في البداية كانوا بيتكلم مع الشخصيات اللي هتروح تشوف مستر ميت وهو بيتعدم اللي كلمتكم عنهم من شوية، وبيظهروا في الصورة دي
لأنه بيتكلم بصيغة الجمع بحيث أنه قال Hello everyone أو مرحبا بالجميع. فالواضح أن الشخصيات دي متجمعة كلها في مكان ما، ربما في مقهى أو مطعم، وجالسين كلهم مع بعض. ودكتور وايت شاف الخبر بتاع ده مستر ميت بالكرسي الكهربائي في الجريدة بتاعت الأخبار، وقرر أن يروح السجن عشان يحضر جلسة الإعدام بتاعت مستر ميت. دكتور وايت بيقولهم في النهاية هل لديكم القدرة على الذهاب معي؟ فمن الكلام ده نستنتج أن دكتور وايت هو اللي جاب الشخصيات دي عشان تحضر جلسة إعدام مستر ميت. وفي نفس الجريدة بتاعت إعدام مستر ميت بالعدة كلام تاني مكتوب زي أن مستر ميت فضل في الحبس لمدة 10 سنوات، وبعد ال10 سنوات قرروا يعدموه. وهنا نستنتج أن أحداث مستر ميت 2 هي بعد 10 سنين من تاريخ مستر ميت 1، وبنلاقي خبر تاني مكتوب فيه أن في مزارعين روسيان قدروا يصطادوا كائن فضائي. قد يكون ده تلميح للعبة تانية هنزلها كبرين ستيم وهنواجه فيها فضائي. وفي نهاية الكاتسين دي بنلاقي لقطة للسجن بتاع مستر ميت، وبنلاقي إن اسمه هو ويسترن كونكشنال انستتيوشن. والغريب في الأمر إن ده سجن حقيقي بيتم سجن فيه الرجال المجرمين الخطيرين، وبتقع في ولاية كيمبرلاند في أمريكا. وهناك اتسجن عدة مجرمين مشهورين أشهرهم جيمس إيلن اللي قام بقتل حبيبته بطريقة شنيعة، نيكولاس وانجلر اللي قتل أبوه وأمه وإخواته البنات الصغيرين، مايكل تومسون واللي كان شرطي وبيقوم بجرائم قتل، وجوزيف ميساني القاتل اللي كان بيقتل البشر ويبيع لحمهم على اساس انه لحم عادي. لحظة، جوزيف ميساني الاسم ده مش مقلوب بالنسبة لكم؟ ايوة، المجرم ده يكون نفس المجرم اللي قصة مستر ميت مستوحاة منه وكلمتكم عنه زمان. فهو كان مجرم بيخطف الناس وبيقتلهم وبيقطع جسمهم ويبيع لحمهم للناس على اساس انه لحم خنزير عادي، نفس الشيء اللي بيعمله مستر ميت بالظبط. بس الفرق الوحيد ان مستر ميت كان بيحول البشر لخنازير حرفيا، مش بس بيقطعهم ويبيعهم على اساس انه لحم عادي. مستر ميت الحقيقي اتحبس في السجن ده برضه، ده السبب اللي خلى مطورين اللعبه يخلوا السجن بالاسم ده، وده لانه نفس اسم السجن اللي مستر ميت الحقيقي راح له واتحبس جواه. وبنلاقي في كرسي كان ملتصق في السقف بتاع السجن، وده يدل على مستر ميت في الحياه ما اتعدمش، وانما قدر يهرب من الكرسي الكهربائي بطريقه معينه وعمل احداث شغف في السجن، لذلك بنلاقي في كرسي في السقف. غير كده لو قرانا قصه اللعبه اللي محطوطه تحت التسجيل المسبق هنلاقي مكتوب ان تم القبض على مستر ميت، وجه يوم اعدامه واجتمع قرايب مستر ميت والمعارف عشان يشوفوا نهايته، بيغلقوا الفصل ده من حياتهم. ولكن مع ذلك مستر ميت ما استسلمش وعد ليهم مفاجاه، فدعنا مستر ميت قدر يهرب من الاعدام ويعمل اعمال شغف في السجن، ومكتوب تحت العب كواحد من الشخصيات التي قادت مستر ميت الى السجن، فده ان احنا ممكن نلعب بريبيكا او نفس اللعب بتاع الجزء الاول او مستر وايت، واحتمال بسيط يكون في تبادل في الادوار، نلعب في احداث اللعبه بشخصيات مختلفه ونبدل بين الشخصيات نفس نظام ايس كريم 5 فريندز. وفي اللعبه هنكون بنحاول نهرب من السجن بعد ما قدر مستر ميت يهرب من الاعدام ويقلب السجن راسا على عقب. بس الناس هتتساءل دلوقتي هو ازاي مستر ميت قدر يهرب من الاعدام وينجو منه. في القصه بتاعت اللعبه بنلاقي مكتوب ان احنا بنحاول نهرب في اللعبه مستر ميت ورفاقه، وركزوا على كلمه رفاقه. انا قلت لكم من شويه ان السجن اللي اتحبس فيه مستر ميت معروف ان بيتحبس فيه مجرمين خطيرين جدا. هل يعقل ان الرفاق بتوع مستر ميت المقصودين بالجمله دي هم نفسهم المجرمين الخطيرين اللي محبوسين مع مستر ميت في السجن، وان هو اتعاون معاهم وقدر يدبر خطه مع المجرمين دول ينجوه بيها من عقوبه الاعدام في الكرسي الكهربي؟ قد يكون فصل الكهرباء مثلا عن المكان زي ما حصل بالظبط في مسلسل بريزون بريك لما قدر مايكل ينقذ اخوه لينكولن عن طريق فصله الكهرباء عن كرسي الاعدام باستخدام فار. فممكن المجرمين في السجن فصلوا الكهرباء عن السجن كله عشان ينقذوا مستر ميت من عقوبه الاعدام، وبعدها بداوا بالهجوم على كل اللي في السجن سواء الشرطه والزوار اللي راحوا يحضروا اعدام مستر ميت. ودي هي المفاجاه اللي عداها مستر ميت ليهم، وقد يكون احنا او البطل اللي في اللعبه هتكون الناجين الوحيدين بعد الحادثه المؤسفه دي من المجرمين قتلوا كل الناس وهنحاول نهرب من السجن. انا الصراحه متحمس جدا للجزء ده لان لعبه مستر ميت هي اللعبه الوحيده اللي شايف فيها بصيص من الامل عكس ايفل لاند واسس كريم اللي انا مليت منهم بسبب تمطيط الاحداث وعدم وجود معلومات جديده في القصه، وده اللي خلاني مكسل العابهم حتى في قناه الجيمنج. صح، اشتركوا هناك عشان نوصل 100,000 مشترك. يلا بقى مش فاضل حاجه، والناس اللي هتسال الجزء ده امتى فهو تم تاكيد موعد نزوله على الشهر الجاي بالظبط شهر 7 يوم 15. واكتبوا لي توقعاتكم ونظرياتكم عن اللعبه دي في التعليقات لاني بحب اسمع ارائكم. ودي كانت كل حاجه في فيديو النهارده، حط لايك واشترك في القناه لو عجبك الفيديو، ومع السلامه.